تعالوا نروح لكمان هناك مشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام. أنا مع المشروع ده جدا، وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع بيه، وده مشروع رائع. يعني الحقيقة يعني إن إحنا أولا إحنا لازم نفكر في البداية إن كل واحد ياكل بقى على قده ويحاول، ولو في ناس يمكن بالذات الاحتفالات أو الأشياء أو العزومات الكبيرة، فالمشروع ده مشروع محترم جدا. المشروع ده تقدمت بيه النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب. وذلك إيه؟ ما هو المشروع؟ إلزام المطاعم بإبرام اتفاقيات مع بنوك الطعام، وذلك لمكافحة هدر الطعام والغذاء، وإزاي يقدر نستفيد، وكمان إن هم يعني يتم وضعه في علب لائقة وفيها من الاحترام والكرامة، حتى يتم أيضا تسليمه إلى أماكن خاصة ببنك الطعام أو إلى أسر وخلافه. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل. الأستاذة أميرة صابر عضو مجلس النواب، مساء الخير أستاذة أميرة. مساء النور أستاذة شفكي، يعني يا رب تكوني حضرتك بخير وكل السادة المشاهدين، وشكرا جدا على الثناء على المشروع. الحقيقة أشكرك. يعني إحنا بخير طالما إنه أمام مشاريع تقدر تساعد ويبقى فيها تكافل ورحمة ونساعد بعض والدنيا تدور. كلميني على المشروع. ببساطة جدا، مصر ما كانش عندها أي تشريع ينظم مكافحة هدر الطعام، على الرغم من انه بعض الدول الاوروبيه المتقدمه جدا واللي يمكن وضع الفرد فيها اكثر رفاها من مصر عندها قوانين حاكمه لهذا الامر، وابرزهم فرنسا. فرنسا يمكن بقى لها دلوقتي اكثر من 6 سنين منذ اصدار اول تشريع يخص هدر الطعام، وبيطوروا فيه باستمرار، يعني ليه تعديلات. وعدد اخر من الدول الاوروبيه بدات برضه في تبني مثل هذه المشاريع. ومساله اصلا الغذاء، يعني مكافحة الهدر بشكل عام، هي مسألة الحقيقة تخص أهداف التنمية المستدامة، وتخص الأمن القومي للبلاد، وتخص مستقبل البشرية. أكيد. لأنه لا يخفى على أحد دلوقتي إننا أمام متغير عالمي. صحيح. صعب جدا، وهو التغير المناخي، وهو متغير مؤثر مباشرة على كميات الطعام المزروعة، لأنه بيأثر على جودة المحاصيل، بيأثر على كمياتها، بيأثر جذريا يعني. ده غير طبعا اننا امام ضغط اقتصادي بالغ الدقه والحساسيه نتيجه الحرب الروسيه الاوكرانيه، نتيجه وقت تعطل عجله الانتاج بعد جائحه كورونا، العديد من الامور التي تراكمت وخلت ازمه الغذاء في العالم كله النهارده ملموسه، وبقى في مطالبات من كل هيئات الامم المتحده والقوى الدوليه ان تنظر البشريه في امر مكافحه. أكيد أكيد. أنا بشكرك أستاذة أميرة عشان كمان الصوت فيه يعني مش واضح، لكن كلامك كان واضح وأنا معاكي ونحن معاكي. هذا مشروع مهم وأن نهتم بهذا المشروع. الأستاذة أميرة صابر وهي عضو مجلس النواب، مشروع مهم وأن نحن نهتم بما يكونش فيه هدر بشكل عام، ولما يكون عندنا هذه المناسبات نقدر نستفيد ويبقى فيه قانون يشرع هذا.